معلش ايه ده؟ حياتي كاملة مربوطة بسلمش فتحت. يو نو وات؟ معلش توينس، معلش التوينسة ما عاشوش طفولتهم. اجا نحكي لكم ونبداو ونحكيو على الطفولة متاع التونسي، نبداو من الحضيض. التوينسة أول حاجة بداو بيها في صغرهم وقت اللي مشاو للروضة، أول حاجة قبلوها، أول حاجة حلوا عينيهم عليها هي مسعودة. عرفتوها مسعودة شكون؟ مسعودة العصا. طفولة التونسي زادة مربوطة بالطبعة، برمل، بالياجور. أنا ما فهمتش علاش مربوطة بالحاجة هذوما، أما لكن نحن التوينسة كي كنا صغار كنا حتى ناكلوا فيه، ما فهمتش عليه، ما فهمتش علاش أنا طيب في الجاتو بالياجور معناتها. شنو هو الحاجة اللي خلتني أنا نخمم ونحط مخي انه الرمل والطبعه والياجور نجم نعمل بيهم جاتو؟ نومي جو سوي ديزولي، نومي حاجه عامل لي في بال يا ربي. طفوله التونسي زاده مربوطه بالاغاني. نحن تربينا على ناني ناني جيك النوم، امك قمره وبوك نجوم. انا امي نشوف فيها قمره كيفاه، سامحني بابا نجوم، مش مدخلني في القمره والنجوم. انا علاش خلقتوني هكا بتخلف ذهنيا؟ سامحني عليه. فتحت سلمى الثلاجه وجدت فيها فرماجة. علاش ايه ده؟ حياتي كاملة مربوطة بسلمى اش فتحت؟ شيهمني في الفار والقطوط والكلب وداني، شيهمني فيهم انا؟ فتحت ثلاجة ولا ما فتحتش ما يهمنيش. باهي باهي يا اخي، نمشيو لما ابعد من هكا. الا كايي بونسواغ ديدي. ديدي شكون؟ ديدي شكون يفضلك؟ قولي الو. الا كايي بونسواغ ديدي، سامحني. لا لا لا، سي كوا لو ا سي كوا لو لا؟ لا لازمني نعمل دوره هنا وتقولوا لي ما عشتوش طفولتكم. انتم ايامكم تقرب. مش نعطيكم غنيه توا؟ انتم كي باش تسمعوها باش تبداو هكا تندبوا في ايامكم. دق عليه. خبزه ومرقه وراسك فيها والبط يشطح فيها. شنو الخبزه والمرقه وشنيه اللي راسك فيها؟ امان هذه طفوله بربي يا ولادي، فقوا على وضعكم يا ولادي، راكم اهلكتونا راكم بالاغاني بتاعكم. علاش التوينسه باهي زينة فك علينا من الغنيات؟ والدينا ما همش باش يعرفوا شكنا نعملوا نحن في رمضان. رمضان بعد شق الفطر كلموا بعضنا في الحومة ونمشيوا وندقوا على البيبان ونعملوا الفضايح ويخرجوا العباد ودنيا وكذا. ديما فما وحدة مراع زوزة شمطة تخرج من الدار وتعمل عركة في الحومة، وهذا كل علاش؟ على خاطر رجلها راقد. أنا شيهمني في راجلك راقد؟ أنا نحب نلعب، أنا نحب ندق عليك الدار ونمشي نفسع، صحيح ولا لا؟ قولوا لي بربي. والدينا زادة لازمهم ما يعرفوش، إيش نقول لكم بشوية؟ لازمهم ما يعرفوش اللي كنا نحملو في عروسة وعريس. You know what؟ عروسة وعريس، تفكروا عروسة وعريس؟ فما حاجة نحن صغار أكيد ماركات كل طفل تونسي، ما وقت اللي واحد يتغشش على الآخر يقول له قا وسي. شنو هو القا وشنو هو السي؟ من الحاجات اللي عشتهم وأنا صغار كانت أمي ديما كي ما نرقدش في الفرش ونحب أنا نسهر تقول لي فما ماما دو باش يخرجني من الخزانة، وكنت ديما خايف أنه فما ماما دو أن جور جي باش يخرجني من الخزانة. أما فما عباد أخرين قايمين على بوشكارة، سامحني عليه الرعب اللي عشناه. نومي نحن نورمال طلعنا لبس علينا هكا. الحاجة الأخرانية اللي باش نحكي عليها في علاش توينسة ما عاشوش طفولتهم، وأي طفل تونسي أكيد صارت له الحكاية هذي، علاقة المشمع بالطفل التونسي. نسمع فيكم؟ إيش فيكم سكتوا؟ علاقة المشمع بالطفل التونسي. نومي نومي سامحني. ألو. لين يولي عمره 15 سنة، لين يبلغ يولي يعرس وأمه مازالت تحط له في المشمع معناتها. نومي الأمهات التونسية شو عندهم في مخاخهم؟ نحبوكم ونموتوا عليكم ونعطيكم كل شيء، لكن المشمع كيما الطفلة كيما الطفل، لين نكبروا نعملوا شنبات ونعملوا برشا حاجات. كان أنتم زادة كيفي قولوا لي في الكومنتير علاش التوانسة ما عاشوش طفولتهم، وقولوا لي زادة على شنو نجموا نحكيو في علاش التوانسة.